تقرير لسي ان ان بيقول انه 80% من البشر بيعانوا من الام العمود الفقري في مرحله ما من حياتهم، بالاضافه الى الحياه مع الالم نفسه. النوع ده من الالم بيقلل جوده الحياه، بيفوت علينا العمل والانشطه الاجتماعيه، ويمنعنا من القدره على انجاز حتى المهام اليوميه البسيطه. المعهد الوطني للاضطرابات العصبيه والسكته الدماغيه بامريكا صنف آلام أسفل الظهر على إنها السبب الرئيسي للإعاقة اللي بتمنع الناس إنهم يؤدوا وظائفهم. أهلا بيكم. النهاردة يوم مهم جدا مع قيمة علمية كبيرة في عالم العمود الفقري، في عالم التدخلات المحدودة لمشاكل العمود الفقري. من ضمن المشكلات على فكرة الواسعة الانتشار الشديدة التعقيد، أقول إيه، إنها بتكون حمل كبير جدا، لانها مش مجرد بس مضاعفات بالام بحركه فيها مشكله، لا، هي شكلا بتضايق العين جدا، وهو اعوجاج العمود الفقري. اعوجاج العمود الفقري ده موضوع منتشر جدا، وفي كذا ملاحظه وكم سؤال انا مش عارف اجابتهم. النهارده هفهم اجابتهم. ليه الحالات بدات تزيد؟ هل الحالات بتزيد ولا احنا اللي بدانا ناخد بالنا؟ دي نقطة مهمة جدا. بشوفها كتير أو بسمع عنها كتير، الحالات في بنات صغيرة، في شباب صغير. الإعوجاج ده مشكلة كبيرة جدا، لأنه هي مش المسألة برضو لها بعد أحيانا كمان في القدرة الإنجابية عند البنت. البنت اللي عندها إعوجاج في العمود الفقري قد لا تستطيع الإنجاب لغاية لما نعدل هذا الإعوجاج في العمود الفقري. الموضوع وراثي أكيد، في جانب وراثي يعني ولا ملوش، هنفهم برضو الحتت دي. أسئلة كلها بتطرح نفسها، بس حتة تأخر الإنجاب دي قريتها مرة في ورق ماشي، هنشوف برضو حقيقتها عاملة إزاي. العمليات اللي بتتم لها بتتم إزاي، ده شيء مهم جدا، وتوقيت العملية، لأنه ده إحنا بنتكلم على حالة، هل هي بروجريسيف، هل هي بتزيد مع السن؟ طب وهي بتزيد مع السن، لو احنا سبناها في البداية في عدة العشرينات والثلاثينات وفكر الإنسان يعملها مثلا في سن أواخر الثلاثينات أو حتى في الأربعينات، هل زي ما نقدر نعملها وإحنا في سننا صغير؟ أسئلة زي ما قلت لكم كثيرة جدا بتطرح نفسها حول هذه القضية وقضايا أخرى. المناظير طبعا كالعادة بتطرح نفسها بقوة. خشونة الفقرات هتتكلم عليها النهاردة حوار ممتع جدا، وأكيد هتستمتعوا بيه مع اسم كبير وقيمة علمية متميزة واسم لامع بيمتعنا بحواره وبأسلوبه الراقي جدا في الشرح والتفصيل، وأيضا بالتقنيات الحديثة الموست أدفانسد اللي بتطرح نفسها النهاردة بقوة شديدة جدا، وبتحل مشكلات كانت مستعصية وربما كانت صعبة جدا حلولها في الماضي. ضيف العزيز هو القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور هشام مجدي سليمان، رائد جراحات المناظير والتدخلات المحدودة بالعمود الفقري والأعصاب، وطبعا من أوائل من أدخل مفهوم المناظير في جراحات العمود الفقري واستشاري جراحات العظام والعمود الفقري بكلية الطب. النهاردة في الدكتور. إعوجاج العمود الفقري ده موضوع منتشر جدا. المناظير طبعا كالعادة بتطرح نفسها بقوة. خشونة الفقرات هتتكلم عليها النهاردة حوار ممتع جدا. يعني ايه اصلا اعوجاج عمود فقري؟ الاول هو العمود الفقري هو عبارة عن ايه؟ هو المحور المركزي بتاع الجسم، هو اللي بيوصل للراس تحت بالايدين تحت بالحوض بالرجلين. فاحنا عندنا المفروض العمود الفقري ربنا خلقنا مستقيم من فوق لغاية تحت، متعلق عليه الكتاف ومتعلق عليه تحت الحوض، الكتاف طالع منها الدراعات والحوض طالع منه الرجلين. الموضوع ده على قد ما هو معقد، بس ما حسيت ان يعني ثقافة كتير قوي من المرضى ما يعرفوش عنه كتير، ما سموش عنه كتير، ممكن احنا نكون مقصرين احنا بنشرحوش. عندنا العمود الفقري واضح في الصورة على الشمال، هو نازل مستقيم، في النص ده اعوجاج في شكل اس، يعني هو انحنائين، انحناء تحت الفقرات القطنية وانحناء فوق الفقرات الصدرية. لما تقول انت عندك ضيق في القناة العصبية الناس بتتخض، يعني يقول لك طب انت حلها ايه دي، هتحلها لي ازاي؟ وكمان لما تقول له هحلها لك بالمناظير برضو بيبقى الموضوع ده موضوع يعني في ضيق القناة العصبية ده واخدها كلها تقريبا. ده مثلا قبل العملية، وده بعد على اليمين شرايح المسامير راكبة، ودي حالة على الأتب اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه الأمامي، دي الشرايح المسامير بتاعته يمين الشمال يمين. الابيض ده انتوا عارفين هو ده الحبل الشوكي،
القيم جدا المهم جدا الحساس جدا جدا. الفكرة ان المرض ده عامل زي بالظبط الشعر الابيض، احنا بنبتدي بشعرة بعدين اتنين بعدين تلاتة، المرض ده نفس الكلام. هو الدي ده بيزيد مع السن، ليه؟ لان في حاجات عمالة تترسب مع السن زي الخشونة في فقرات بتترسب في القناة العصبية، بتقعد تقفلها بتخنقها. اصعب الحاجات في الطب يا جماعة هي متعلقة بالاولاد، لانه القرار بيبقى في ايد الاب والام، بيبقى هما الاثنين عندهم حالة من التردد الكبير جدا. نعمل البنت عملية، خايفين على البنت، وفي نفس الوقت الحالة المرضية تستدعي عملية، والقرار هنا بيكون فيه تردد كبير، بنعذرهم فيه أحيانا. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور هشام مجدي سليمان، رائد جراحات المناظير والتدخلات المحدودة والعمود الفقري والأعصاب، ومن أوائل الناس اللي أدخلوا مفهوم المناظير في جراحات العمود الفقري، استشاري جراحات العمود الفقري بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو جمعية جراحة العمود الفقري الأوروبية والأمريكية. ضيف العزيز، أهلا بك. أهلا بك دكتور أيمن، منورني جدا دكتور، وسعيد جدا بهذه الزيارة، وسعيد باختيارك للموضوع الأول، لأن عندنا ثلاث مواضيع النهاردة. بس لماذا اخترت حجاج العمود الفقري لنبدأ به؟ والله هو الموضوع ده على قد ما هو معقد، بس ما حسيت ان يعني ثقافه كتير قوي من المرضى ما يعرفوش عنه كتير، ما سمعوش عنه كتير، ممكن احنا نكون مقصرين احنا ما بنشرحوش، مع انه هو مهم جدا جدا ومنتشر على فكره. بس هو بيقول لك زي العين ما يعني ما تعرفوش، يعني اللي انت مخك ما يعرفوش ممكن ما تشوفوش بعينيك، ما تاخدش بالك منه. هو موضوع يعني معقد قوي ومنتشر زي ما حضرتك قلت قبل كده، ولازم نتكلم فيه. يعني ايه اصلا اعوجاج عمود فقري؟ الاول هو العمود الفقري هو عباره عن ايه؟ هو المحور المركزي بتاع الجسم، هو اللي بيوصل للراس تحت بالايدين تحت بالحوض بالرجلين. فاحنا عندنا المفروض العمود الفقري ربنا خلقه لنا مستقيم من فوق لغايه تحت، متعلق عليه الكتاف ومتعلق عليه تحت الحوض، الكتاف طالع منها الدراعات والحوض طالع منه الرجلين. في التشوه اللي ممكن بيحصل في العمود الفقري ممكن بشكل من الاثنين. في شكل اللي هو ظاهر في الصوره ده اسمه كيفوز، ده اعوجاج امامي. يعني انت اللي بنسموه احنا بنسميه بالعربي اتب، فبتلاقي جسم العيان محني لقدام وفي بروز في ظهره من ورا. في الاكثر شيوعا اللي هو السكوليوزس، ديت لو يورونا الصوره الثانيه. عندنا العمود الفقري واضح في الصوره اللي على الشمال، هو نازل مستقيم. في النص ده اعوجاج في شكل اس، يعني هو انحنائين، انحناء تحت الفقرات القطنيه وانحناء فوق في الفقرات الصدريه. اللي على اليمين خالص ده انحناء في شكل سي، بيبقى انحناء واحد. دي درجات بسيطه جدا، بس هي تحاول شويه نحاول بيها ان احنا نوضح المفهوم ده. طب انا العمود الفقري بيتعوج عندي، احنا زي ما قلنا هو المحور المركزي للجسم، ايه اللي بيحصل؟ ممكن ده يترجم في جسم العين كالاتي. تلاقي ان هو عنده كتف اعلى من كتف، فتبص عليه تلاقيه عامل كده. ممكن تبص على وسطه تلاقي وسط منحوت زياده عن اللزوم، ووسط تاني نازل ستريت، او تلاقي الحوض اعلى من ناحيه فتلاقيه ماشي بيعرق. ممكن تلاقي بروز في القفص الصدري من ورا زي هامب خلفي، وده برضو بيأثر قوي على الشكل. كل دي حاجات شكليه، في حاجات وظيفيه، ان هو لو ضغط جامد او زاد جامد في درجات عاليه يبتدي بقى ياثر زي ما حضرتك قلت على الرحم في البنات، ان هو ممكن يعني يكون يعني ياثر شويه على قدره الانجاب. والاخطر الاشد خطوره ان هو ياثر على التنفس. في كتير جدا من الحالات دي بتوصل لمرحله ان الرئه بتاعته في ناحيه اتطبقت تماما، فبنوصل لمرحله احيانا ان هو مش فيت ان هو يعمل عمليه، ما يستحملش تخدير مثلا. فدي كلها حاجات بتحط في الحسبان. ده يعني اذا حكايه تاثير البنت في الانجاب ده حقيقي، بس هو الاكثر شيوعا التنفس. التنفس مشكله كبيره، وده شيء المتوقع. يعني حتى لما الناس البسطاء لما يشوفوا الانيميشن او الشكل الكرتوني هيتوقع انه لما يحصل الاعوجاج بالشكل ده في رئه مش هتقدر تتمدد، لان هو بيضغطها في رئه بتضغط خالص. فعلى حسب الزاويه. فاحنا لو نيجي نتكلم في الاسباب بتاعته، حضرتك كنت قلت ان هو وراثه ولا ايه، هو في كذا نوع. في نوع اللي هو اكثر شيوعا اللي هو 80% من الحالات، ده بنسميه احنا طبيا الايديوباثيك. ايديوباثيك يعني مش مفهوم له سبب بيحصل ليه، بس بتلاقيه اكتر في عائلات رغم ان هو مش بسبب جين معين. تلاقيه اكتر 80% في البنات. فانت تلاقي مثلا بنت وخالتها او بنت وامها او اختها، تلاقي مثلا كذا اخت شبه بعض، تلاقيه في عمتها او خالتها او كذا.
دي ده نوع اللي هو الايديوباثيك، وبيجي برضو في الولاد بس بنسبه 80% في البنات. في نوع تاني بيجي بسبب خلل في فقره، هو العمود الفقري ده عباره عن مكعبات فوق بعضها مربعات، فتلاقي لا فقره مثلثه او فقره لحمه في اللي تحت جنبيها من ناحيه والناحيه الثانيه لا، فبتطول من ناحيه والناحيه الثانيه لا، ده بيبقى سبب عيب وراثي في الفقره نفسها. في نوع تاني يبقى ناتج عن ضعف العضلات او جزء من شلل، جزء من امراض الاعصاب زي مثلا السي بي الشلل الدماغي، ده بيبقى معاه اعوجاج في العمود الفقري. ليه؟ لان العضلات اللي ماسكه العمود الفقري مش شغاله، مشلوله، فالجسم بيبقى مرتخي فالجسم بيتعوج. دي اسباب الاعوجاج العمود الفقري الاكثر يعني شهره. فهو الايديوباثيك اللي هو اهم سبب، اللي هو مش مفهوم سببه ايه، مش معروف، او العيب الوراثي او ضعف في العضلات او الاعصاب. دي الاسباب. العيله بتجي لك بالشاب او هو نفسه بيجي، ازاي بيتم التشخيص؟ هو التشخيص يعني واضح قوي، انت لما هتبص على جسم الطفل هو نفسه بيكون جاي عارف ان في مشكله، الاهل عارفين، بيبقى ظاهر عليه، وطبعا بالاشعاعات برضه كتير قوي يجي يقول لك انا ما كانش في حاجه فجاه ظهرت. لا، هي مش فجاه ظهرت، هو الاعوجاج ده كتير قوي يكون موجود من سن الصغير، احيانا بيظهر في سن 5 أو 7 سنين أو 8 سنين، بس هو بيزيد قوي 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 في مرحله البلوغ قوي، اللي هو في البنات تلاقيها مثلا من سن 10 ل 13 سنه، او في الولاد من 11 ل 14، الولاد متاخرين بسنه او حاجه. تلاقي مثلا الاعوجاج ده لو كانت درجته مثلا 20 فجاه ممكن يوصل ل 50 60 فجاه في سنه. فالمرحله ديت هي الاهل بياخدوا بالهم منها. بيفرق معانا الدرجات، يعني القرارات في العلاج وكده بتعتمد على الدرجه وعلى السن. ليه؟ احنا عامه لما بنيجي بنثبت بنصلح العمود الفقري ده بنصلحه بشرايح ومسامير، وبنعمل لحمل الفقرات ديت. ففي مشكله ان هو بعد كده الطفل ده مش هيطول بعد العمليه دي، فانا بحاول اجلها لبعد سن البلوغ اللي هو بعد سن 13 سنه او 14، عشان يكون هو وصل للحجم اللي هو قرب الجسم الطبيعي او البالغ، الشخص البالغ. لان لو عملتها قبل سن البلوغ في سن 9 سنين و8 سنين حجم الطفل بيبقى صغير، فممكن لو ما يطولش قوي بعد العمليه فده هيأثر على النمو. دي حاجه. ودرجه الاعوجاج اللي بتحكمني برضو، انا الدرجات لغايه ال 40 درجه بميل اكتر ان انا اراقبها ونعملها فولو اب ونتابعها بالاشعاعات كل 6 أشهر او كل سنه على حسب مرحله عمريه. في احيانا بنلبسهم حزام، بس حزام بقى غير الحزام العادي بتاع الكسور، ده حزام بيبقى بلاستيك داير داير بيمسك العمود الفقري وبيضغطه على اساس ان هو يقلل شويه من تطور الاعوجاج. طب الدرجات بقى اللي هي فوق ال 40 بتبتدي بقى نتكلم، هنا بتبتدي بقى نفكر في العمليات، بالذات لو وصلت ل 50 درجه اكتر. ليه؟ لان انت لو بتوصل للمستوى ده خلاص انت هتبقى عرضه كل سنه ان عندك الاعوجاج ده يزيد. فانت خلاص هتهرب من ايه؟ انت هيقعد يزيد معاك، فهيقعد يوصل معاك لدرجات ان هو بعد كده اثر على التنفس، تيجي تعمل عمليه ما تعرفش اصلا، لان خلاص هو وصل لمرحله ان هو اصلاحه يبقى صعب. وفي نفس الوقت انت كمريض مش فت انك تخش عمليات، انت التنفس بتاعك ما يشيلش عمليه بالحجم ده. فالدكتور بيبص لها في كذا حاجه، سن، الزاويه، والخطوره المتوقعه لو اتاخرنا او ندخل دلوقتي او كده. فهي بتبقى حسابات، كذا حاجه بتتحط في الحسبان. هيبدا بقى الخطه العلاجيه توضع، كيف توضع الخطه العلاجيه؟ زي ما احنا قلنا لو في زوايا بسيطه بنتابعها اكتر او بنلبسها حزام او ممكن تعمل علاج طبيعي. لو الدرجات بتاعتها نتكلم بقى في درجات عاليه بيبتدي اكتر الاتجاه للعمليات. فبنعمل اشعاعات كامله بنقدر نخطط بيها الزوايا، وبنعمل رنين مغناطيسي عشان نطمن على الحبل الشوكي حالته ايه، لان العمليات دي بيبقى فيها اطاله للعمود الفقري، فلازم نطمن الحبل الشوكي اللي جوه ما فيهوش اي خلل خلقي هو كمان عشان ما يتاثرش بالعمليه. بعد كده بنقرر بقى ان احنا نعمل عمليه. العمليه اللي حتى الان منتشره جدا جدا واللي هي الدارجه واللي هي اللي تعتبر كلاسيكيه حتى الان، بتتم بالفتح الجراحي. بيتفتح فتحه طول الاعوجاج الظهر كله. فلو يعرضوا لنا الفيديو ده هتبقى حاجه مثلا بنكلف فتحه في حدود 30 ل 40 سنتي، بنركب مسامرنا، بنركب الشرايح، وبنعمل اصلاح. هنا دي الفتحه بطول الظهر كله. هنبتدي بقى نركب مسامير في كل فقره. ده مسمار هنا راكب زي مسامير تثبيت الفقرات العاديه.
فقره فقره بنركب في معظمهم لكلهم على حسب على حسب بنركب على الاقل 14 مسمار مثلا ممكن اكتر. هنقعد بقى اركب مسامير كلها زي ما احنا شايفين بالظبط. طبعا قاسيه الحكايه وطبعا الحاجات دي بتحتاج دقه جدا ويعني تخصص يعني من الجراحين يعني في ناس بتكون متخصصه في الكلام ده. ده محتاج تمارين مكثف يعني. بركب بقى كده الشريحه اللي هي البار اللي بيربط المسامير دي كلها بالظبط عشان يعمل وصلات بينهم. بعد كده احنا بنستخدمها في ان احنا نعمل اصلاح الاعوجاج كده. طبعا ده الشكل مبسط قوي اللي بيتم. بنركب الناحيه الثانيه بار تاني بالمسامير بتاعته. وبعد كده بنقفل الجلد. الفتحه دي بتبقى في حدود زي ما قلت لحضرتك في حدود 30 ل 40 سم على حسب طول اعوجاك. فدي هي العمليه الجراحيه الكلاسيكيه. دلوقتي الحقيقه فاكر احنا اول مره طلعت مع حضرتك كان من سنين كنا لسه بنتكلم على دور منظار في الانظار الغضروفي. وقلت لحضرتك لا هو هيقعد يتوغل هو بيعتمد على تمارين الجراح. حاليا الحمد لله رغم ان في مراكز قليله بتعمل الكلام ده بس الحمد لله نجحنا ان احنا نبقى وسطيها. الحاجات دي بقى دلوقتي تعمل الاصلاح ده بيتعمله بتدخل محدود والمنظار من فتحات بدل الفتحات الكبيره قوي اللي احنا شفناها. انا حتى جبتها انيميشن ما كنتش عايز اجيبها جراحه عشان منظرها ما يبقاش قوي مؤلم. هنشوف دلوقتي بقى ازاي المناظير والتدخل محدود من فتحات 2 سم. انت بتعرف تعمل العمليه دي كلها بتدخل الشرايح بتدخل مسامير. ده مثلا قبل العمليه وده بعد اللي على اليمين شرايح مسامير راكبه ودي حاله على الاتب اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه الامامي ودي الشرايح المسامير بتاعته يمين الشمال اليمين. بعد كده نعرض الحالات بقى نفسها. ده الطفل قبل وده بعد. دي الفتحات بس للظهر اللي هي مكان الحلقات الزرقاء ديت. نرجع للصوره اللي فاتت دي نرجع للصوره اللي فاتت تاني. ايه الحاله بقى ده في حاله سي بي ده عنده شلل دماغي فده مأثر على العضلات بتاعته فعملنا له الكيرف ده كيرف كان في وصل في حدود 100 درجه تمام وعملنا له الاصلاح بالشكل ده واللي يكمل معانا يعرض لنا ايه الحاله هنا دي. لو تلاحظ الوسط كان طبعا مش باين خالص بعد العمليه بقت بنوته ما شاء الله الوسط مظبوط عندها كان في ميل في ناحيه من عن الناحيتين مفيش وسط مفيش ملامح خالص الجسم هنا برضو نفس بنت بتانيه خفيفه قوي دي برضو تلاقي جسمها بعد الناحيه الثانيه اتظبط بقى في شكل طبعا سني كام سنه برضو كل دول في حدود 14 15 سنه دي بنوته ثانيه برضو ده برضو كانت صعبه قوي لما هنا كانت زاويه في حدود 95 درجه 95 للاسف بيتاخروا الاهل بيخافوا عليها بيفتكروا ان هو ده الحل وانها هتحسن بالوقت. بالعكس هي بتزيد. هي لو وصلت ل 50 درجه هتقعد تزيد مش هتقف وكل ما بتتاخر كل ما عليها بتبقى اصعب على الجراح وعلى المريض نفسه. لو تلاحظ هنا حجم الفتحات كلها احنا بنتكلم في حاجات 2 سم حاجات صغيره جدا. دي مناظير كل دي كل ده مناظير بقى ما ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه مش الفتح بقى اللي هو من اول الظهر لاخره زي اللي احنا كنا لسه عارضينه في الانيميشن فالعمليه نفسها كامباكت حتى مختلفه خالص على العيان وفي نفس الوقت بتدينا نتيجه زي نتيجه جراحيه بس بدون بقى نزيف او التهابات الجرح. فتره النقاهه بتبقى اقل بكتير. العضلات بنحافظ عليها اكتر. دي الادفانتج بتاعت المناظير عموما دي ميزات المناظير بس طبعا بقى تقيسها بقى يعني هنا مش بنتكلم في عمليه طولها 5 سم هنعملها 2 سم هنتكلم في عمليه المفروض كان الظهر كله يتفتح احنا لما شفنا العمليه في الاول انا حتى تعبيري التلقائي قلت لك لا بس ده فتحه طوليه مظبوط وعضلات بقى عبال ما يعني في فتره النقاهه كانت تبقى طويله طبعا. دي حضرتك دي حاله اتب لو تبص على الظهر على الشمال بعد العمليه على اليمين بقى خلاص ستريت. الاتب بقى ده اللي هو الكيفوز ده برضه مشهور جدا بالظبط برضه بالمنظار بيستعدل بنفس الطريقه العيان بيعيش حياته عادي بعد كده بعد كده بيعيش عادي الفكره انها كمان الاطفال دي كلها بعد العمليه بيطولوا ما يقلش عن من العمليه نفسها بيخش العمليه بيخرج انت طولته انت عدلت الاعوجاج فبيطول مثلا في حدود 5 ل 6 سم. سؤالي بقى يعني هل كل حالات الاعوجاج يمكن عملها بالمناظير؟ معظمها ما اقدرش الحقيقه اقول كلها في حالات بتبقى بتحتاج فتح بس الحمد لله احنا معظمها نقدر نقول وصلنا يعني 75 80% من الحالات بقت تتعمل كده ممكن تتعمل كده لو التدريب الكافي موجود والاجهزه والاستعدادات موجوده ممكن تتعمل. قبل ما ننتقل للمحطه الثانيه ااكد على نقطه معينه
توقيت التدخل، لانه ده يتوقف على العيله. المرحله الذهبيه المرحله الكويسه قوي اللي هي بعد سن البلوغ على طول، يعني مثلا نقول من 13 سنه لغايه 18، دي احسن مرحله. المرحله دي بيكون الطفل وصل لحجم كويس، الجسم بيكون لسه مرن، الاصلاح بنقدر نوصل لدرجات اعلى. السن الكبير العمود الفقري بيكون يتيبس اكتر، بيبقى ناشف اكتر، فالاصلاح بيبقى اصعب ومضاعفاته اعلى. هل سؤال معلش عابر قبل ما ننتقل للمحطة التانية، هل ممكن يحصل اعوجاج في العمود الفقري في سن متأخر شوية؟ ده نوع تاني من الاعوجاج بيحصل في السن الكبير، بيبقى أكتر في الفقرات القطنية، بيجي مع نقدر نقول زي دي القناة العصبية وكده، مع أمراض تانية، بس دي ديجنريتيف، دي مش جزء البيدياتريك اللي هو بيحصل في الأطفال. تآكلي يعني. ودي درجات الزوايا بتاعتها أقل بكتير قوي من دي، دي تلاقيها في حدود 30 درجة 45-40 مش أكتر من كده، هنا بنتكلم في حاجات 100 و110. الاعوجاج بتخلي 100 يعني دي يعني بالقياسات، ما تشغلوش نفسكم بالقياسات، بس بيبقى الاعوجاج باين جدا زاوية حادة واكتر في الاطفال. طيب المحطة الثانية في حوارنا برضو محطة واسعة الانتشار اللي هي دي القناة العصبية. اهو الموضوع ده بقى اول ما بيتقال كلاسيكيا كده بيخطر في دماغي سلوجن ان دي حالة واسعة الانتشار. ليه حالة واسعة الانتشار؟ دي القناة العصبية هو اكتر الامراض شيوعا في العمود الفقري. ورغم ان هو اكثر انتشارا من الانزلاق الغضروفي، بس دايما العيان يفتكر كتير قوي ان هو عنده غضروف ما عندوش دي قناه عصبيه. ونحاول نقعد نشرح اللي عندك ده كذا، هو بيكون احيانا مش متقبل الموضوع ان هو لا انت ما عندكش غضروف، انت عندك دي في قناه عصبيه. هما الاثنين بيعملوا اعراض شبه بعض، بس الاثنين علاجهم مختلف وتدخلاتهم مختلفه. فهو دي قناة عصبية ببساطة، هو القناة اللي موجودة جوه الفقرة اللي جوه الحبل الشوكي، ليها مقاسات محددة ربنا خلقنا بيها. في بعض الحالات هي بتقل عن حجمها، بتضيق. الضيق ده بيعمل ايه؟ بيعمل ضغط على العصب اللي هو بيغذي سواء ايديك او رجليك، فبيعمل لك الاعراض. فهي من الاخر مقاسات مثلا بتاعتك، لو انت الطبيعي 10 في 10 تقل مثلا ممكن تبقى 5 في 5 6 في 6، على حسب، تختلف من على حسب القوة او الشدة بتاعت المرض. فهو ده بيعمل ايه؟ المريض ده بيبقى اعراضه كلاسيكية، هو يقولك انا وانا قاعد مفيش مشكلة، اقوم امشي، مع المشي احس بوجع في ظهري، رجليه بتتقل عليا، بتخدل، بضطر اتحني لقدام، ده بيريحه اكتر. بعد كده يضطر يقف خالص ويفضل ان هو يقعد، ده بيريح له الام رجليه والام ظهره، وياخد رست شوية كام دقيقة، بعد كده يفك خالص ويرجع يمشي تاني. الفكرة ان المرض ده عامل زي بالظبط الشعر الابيض، احنا بنبتدي بشعرة بعدين 2 بعدين 3، المرض ده نفس الكلام. هو الضيق ده بيزيد مع السن، ليه؟ لان في حاجات عمالة تترسب مع السن زي الخشونة في فقرات، بتترسب في القناة العصبية، بتقعد تقفلها تخنقها. فاحنا بنمشي دلوقتي مثلا كيلو، السنة الجاية نص كيلو، اللي بعديها 200 متر، بتقعد تقل المسافة تدريجيا. احيانا في ناس بتهمل في نفسها، بتوصل انها دوبك بتقوم من السرير تخش التواليت وترجع، ما تقدرش، اول توقف على طول يحصل تنميل وتقلب في رجلها. دي اعراضها. تشخيصها بالاشعاعات، طبعا بنحتاج اشعه عاديه وبنحتاج رنين مغناطيسي، في بعض الحالات النادره بنحتاج رسم عصب. مهم قوي ان دي قناه عصبيه ده احيانا بيتلخبط كلينيكيا مع مرض تاني اللي هو ضيق الشرايين، بيعمل اعراض شبهها. فبيعمل زي شد وتقلصات مع المشي. ففي بعض الحالات بنحتاج بعض الفحوصات الاضافيه لو الدكتور شك ان دي ما لهاش علاقه بضيق قناه عصبيه، لا دي ضيق او تصلب شرايين الرجلين. برضو وقعها على المصاب بيها لما تقول انت عندك ضيق في القناه العصبيه، الناس بتتخض، يعني يقول لك طب انت حلها ايه دي؟ هتحلها لي ازاي؟ وكمان لما تقول له هحلها بالمناظير برضو بيبقى الموضوع ده موضوع يعني في ضيق القناه العصبيه ده واخدها كلها تقريبا او معظمها. هو الفكره ان مناظير بالذات دايما كان الاول لما تيجي تتكلم في غضروف مثلا، غضروف هيتعمل فتحة 5 سنتي، طب نعمل منظار نص سنتي، الفرق مش كبير. المناظير بتبان كل ما العملية بتكبر، بتبان مميزاتها ازاي. دي القناة العصبية مشكلته لسه بقول هو عامل زي الشعر الأبيض، يعني هو بيزيد مع السن، يعني العملية دي بتحصل أكتر، بعملها أكتر في السن الكبير اللي هو 70 و80 سنة أو فوق 60 أو كذا، عنده سكر، عنده ضغط، وزنه كبير، الحاجات دي كلها اللي بتبقى في الطبيعي في مرحلة العمر ديت. مشكلة ما بقاش فقرة واحدة، بقى أكتر من فقرة. طب انت بتفتح الفقره واحده في حدود 7 سنتي، طب انا بتكلم في 3-4 فقرات، فتح قد ايه؟ 20 سنتي في سن كبير، فمضاعفات الجراحه بتبقى عاليه قوي.
حصل لي مشاكل. المنظار جه بدلك ده، قال لك لا، بدل كل ما تفتح الفقره واحده 5 ل 7 سنتي افتح نص سنتي، نص سنتي بس، واعمل نفس العمليه زيه زي الجراحه. هنا مهم قوي، لان بسمع كتير قوي من ناس تيجي تقول ايه، لا المنظار ما ينفعش في دي قناه سطحيه. طب هنا نشرح الاول. هنا ده منظر حبل الشوكي، حضرتك شايف اهو، ده فعلا حبل الشوكي الابيض، شايف قد ايه هو مخنوق معصور بالانسجه الصفراء ديت، شبه يعني انا مش عارف اقول معصور، فعلا كلمه معصور هي تطبق هنا. البلين ضيق جدا بين الاربطه وبين الحبل الشوكي، هنا شايف هو يعني هو المفروض هو عامل زي الانبوبه، هو هنا مش واضح خالص الشكل ده، معصور تماما. هنقعد وراه ونسلك واحده واحده، نشيل كل الحاجات الضغط عليه لغايه لما نوصل الحبل الشوكي ينتفخ خالص ويرجع للحجم الطبيعي. هو الابيض. بالظبط. مهم قوي، اول مره اول مره نشوف عمليه، وبتشوف هو مخنو، وهتشوفه بعد ما تتفتح الدنيا عشان تتفهم ان هو ده حاجه غير الغضروف. اللي ضغط الحاجات الصفراء دي ايه؟ اهو ده بعد لما فتحته خالص. طبعا ده فيديو متمنتج متاثر خالص عشان نحاول نقصر ندي بس الكونسبت. ايه الصفار ده؟ الصفار دي كانت اربطه، دي اسمها الليجامنتم فليفم، دي حاجه موجوده بس هي هنا كبيره قوي عن الطبيعي، اللي هو طبيعه المرض ده ان هو الاربطه دي بتزيد مع زوايا العظميه. تمام، فهو ده اللي ضغط. احنا هنا خلاص رفعنا خلاص، لو عرضوها تاني برضو نشوف حجم الحبل الشوكي كان عامل ازاي وبعد كده اترفع ازاي. هات الفيديو كده، لان الفيديو ده اول مره يتعرض في الشاشات العربيه على الاطلاق، احنا نشوف حبل شوكي قريب بالشكل ده. ويعني ايه دي قناه عصبيه وضيقه وموسوعه. هنا شوف، بص عامل ازاي، سبحان الله، يعني اهو مخنوقه خنقه، يعني عامل ازاي، يكون كابل الابيض ده انتوا عارفين هو ده الحبل الشوكي القيم جدا، المهم جدا، الحساس جدا جدا، وعشان تعرفوا مدى حساسيته هو موجود في الفراخ، يعني اللي بياكلوا فراخ بيلاقوه في الرقبه وموجود في السمك برضو. كمان كل حاجه بسيطه بس في الفراخ باين اكتر. ما هو في الضفيره العصبيه بتحرك الجسم كله. اي كائن حقيقي المفروض بيتحرك بيتحرك بحبل شوكي، يعني لما انت وانت بتاكله بتلاقيه سوفت جدا، هش جدا، موجود داخل عض، شايفين زي ما احنا شايفينه كده. طبعا هو عندنا في الانسان اكبر حجما يعني، بس هو اصغر من كده على فكره، هو اصغر، هو المنظار مكبر، ده مكبر. انت شايف الشعيرات الدمويه اللي خطوط رفيعه دي ما تشوفهاش، دي عامله زي الشعر في الحقيقه. يعني ده مكبر. هو الحبل الشوكي تقريبا قطره قد ايه في قطره قد صباعك، قد الصابع. فالصوره ديت لو حسبتها على مونيتور التلفزيون حجمها قد ايه، لو حطيت صباعك الحقيقي جنبها هتلاقي حاجه صغيره قوي. في صوره بعد كده لو عرضوا لنا حبين يعني ايه مست الجراحه جنب المنظار، هي دي بالظبط اللي على الشمال، ده الحبل الشوكي بالعين المجرده. اللي على اليمين وده الفتحه الجراحيه، اللي على اليمين اللي في النص ده دي فتحات المنظار. نفس العمليه بتتم من الفتحات ديت. اللي على اليمين ده منظر حبل الشوكي بالمنظار، تمام. فاللي على الشمال ده عينك المجرده، واللي على اليمين ده هو حجم المنظار والتكبير بتاع المنظار. الفكره كان الكلام اللي احنا كنا بنقوله ان هو كتير قوي يقول لك العمليه المنظار ينفع في حالات كذا وما ينفعش في حالات كذا، الكلام ده مش مظبوط. المنظار لو جراح متخصص بيتعمل بيه كل حاجه. وفي نقطه مهمه جدا لازم تتقال، هي المناظير دي كلها واحد ولا انواع؟ لا هي انواع. في نوع حاجه مهمه قوي، في حاجه اسمها منظار خلفي وحاجه اسمها منظار جانبي. المنظار الجانبي يعني قدراته محدوده، هو ميزته ان احنا نقدر نعمله بنج موضعي، بس عيوبه ان هو بينفع في حالات محدوده قوي قوي قوي، ما ينفعش كل حالات، ما ينفعش في قناه عصبيه، ما ينفعش كل انواع الغضروف، ده اللي ممكن يتقال عليه كده. لكن المنظار الخلفي واللي هو الجيل الثالث، لسه في حلقه ثانيه ان شاء الله نستفيد في الموضوع ونشرح الفرق بين كل واحد والتاني، هو اللي بينفع في كل الحالات. منظار خلفي بمعنى ايه؟ مدخله؟ احنا عندنا يعني خش من الظهر من النص او على بعد سنتي من جنب المنتصف او على بعد 12 سنتي من الجنب. الجانبي ده هو اللي امكانياته محدوده قوي. الخلفي اللي في النص ده بيخليك تعمل كل حاجه زي الجراحه لو انت بتعرف تستخدمه، تمام. فهو بيه نقدر نعمل كل حاجه، احنا بنعمل بيه غضروف، بنعمل بيه قناه عصبيه، بنعمل بيه تزحزح فقرات، بنثبت فقرات، غضروف مرتجعه، يعني ان شاء الله في مواضيع في حلقات ثانيه نتكلم فيها، هو دنيا ثانيه لوحده بيتعمل بيها كتير قوي. فهو كالعاده السؤال دايما ان احنا نؤكد على مميزات المنظار، ما هي مميزاته بقى؟ بص حضرتك دلوقتي انت الفتحه بتقاس كالاتي، جوه العمليه العيان هينزف فهيحتاج نقل دم لو في فتحه، المنظار ماهوش فتحه. بعد العمليه مفيش جرح فبالتالي مفيش وجع، فالعيان بيتحرك اسرع، العيان بيقوم بعد العمليه باربع ساعات،
يعني يتحرك عادي. النزيف مفيش، وجع مفيش، التهاب الجرح شبه معدوم مفيش خالص. نسب العضلات تتقطع قليلة، فبالتالي نسب أنها أحتاج أثبت شرايح ومسامير للعمود الفقري بتقل. أنا مشكلة في الجراحة إن أنا بهد الحيطة، يعني بقطع العضلات وبقطع الأنسجة، فبحتاج أبني، أحتاج أركب شرايح ومسامير عشان أثبت العمود الفقري. في المنظار لأ، أنت كل الغلاف اللي حواليك الجسم سليم، فبتحتاجش ده، ما بتحتاجش علاج طبيعي لأنك ما عملتش حاجة في العضلات. فدي كلها مميزات كتيرة طبعا، آخرها الجمال، إن هو الجرح مش موجود فتجميليا دي أقلها أهمية. هي على فكرة البوابة اللي انتم مركزين فيها أو حتة المدخل الصغير وشكل الجمالي دي وراها قيم كتيرة جدا للمناظير، اللي هي قيمة العضلات وقيمة ان انا ما بقى العظام. الفيديو اللي شرح لنا المنظار هو داخل بيتعامل مع العمود الفقري، ده مهم جدا ان انا شايف الفيلد قدامي بشكل واضح. هو كمان حاجة ان هو بيكبر العين قد العين المجردة، يعني المنظار يعني زمان كان تطور العادي ايه؟ جراحة عادية، ده كنت بتفتح بتشوف بعينيك. بعد كده جراحة ميكروسكوبية، يعني بتفتح وتشوف بالميكروسكوب اللي هو العدسة مكبرة. آخر حاجة اللي هي المنظار، أنت بتفتحش، بتدخل الكاميرا جوه، بتديك تكبير الميكروسكوب بس من غير فتحة. فأنت بتشوف الحاجة مكبرة رغم إن مفيش فتحة. المحطة الثالثة محطة تقيلة جدا برضو، أنا خايف تتظلم، بس مشهورة قوي. يعني ان ثلاث محطات دول مشهورين جدا، المحطة الأولى عوجة العمود الفقري، المحطة الثانية ضيق القناة العصبية، المحطة الثالثة خشونة الفقرات. الخشونة عموما كلمة في الودن المصرية، كلمة كلاسيكية مشهورة، ساعات بتقال وبفعلا في خشونة، وساعات بتقال على حاجة ملهاش علاقة بالخشونة. فأنا عايز أفهم يعني إيه خشونة الفقرات. خشونة الفقرات هو عبارة عن الغضروف، ده اللي احنا اتكلمنا عليه، قلنا قبل كده هو مادة جيلاتينية بين كل فقرة والتانية. مع السن او بقى احيانا بيحصل برضه في السن الصغير شوية، استعداد وراثي بيكون عندهم، الغضروف ده بيجف، لما بينشف فاللي بيحصل ان هو بيهبط، بدل ما هو حاجة منفوخة زي الجيلي هبطت خالص، فالفقرة بتحك في الفقرة تعمل الام في الظهر. واحيانا كمان بعد شوية بيحصل زوايد عظمية كمان، فتزود الاحتكاك، دي بتوجع قوي الظهر. خشونة كانت دايما من اكتر الامراض سخافة في علاجها، لان احنا بنقعد نكتب مسكنات مضادات للالتهابات، بنعمل علاج طبيعي. بتحتاج لو تحتاجت عمليات، تحتاج عمليات تثبيت فقرات. مشكلة التثبيت فقرات في حالات الخشونة نتائجه مش المبهرة قوي، يعني لما تعملها مثلا تزحزح فقرات او انزلاق طوفي غير لما تعملها الخشونة. في الخشونة النتائج ما بتبقاش كويسة قوي، فكان دايما بنقف عاجزين قوي. النهارده انا هشرح يعني هنتكلم في نوع جديد خالص من التردد الحراري، انا بيتهيألي ان هو من يعني مرات نادر قوي يكون اتشرح، ونسب نجاحه عاليه قوي في حالات الخشونه، بتوصل للراحه مثلا في حدود 70% او 80%. تقدر تخش من ابره رفيعه جدا بتنهي معاناه المريض تحت بند موضعي، ونسب نجاح عاليه قوي بدون لما العين يحصل حاجه، بيعمل اجراء وبيخرج في نفس اليوم. فريت يعرضون النوع ده من التردد الحراري، ده نوع جديد خالص بيختلف عن الانواع التانية، ان هو ما بيخشش العصب في السطح، اللي هو بيخش لشبكه الاعصاب اللي موجوده جوه الفقره نفسها، لانه جوه الفقره في شبكه متشعبه من الاعصاب جوه العظم نفسه، هي اللي بتغذيها، اللي هي الخطوط الصفراء ديت، وهي اللي بتحس بالوجع. فبالابره ديت بنخش بندخل قسطره التردد الحراري، بنوصل لمركز الاعصاب ده ونعمل لها كي. فلما بتعمل كي انت موت العصب ده، العصب ده اللي هو مسؤول عن الاحساس بالالم، مش اللي بيحرك بس، الاحساس بالالم في الظهر، تعمل له كي فالوجع يروح. رغم ان العيان عنده خشونه متطوره وكان عايز عمليه كبيره، لا، هو من الفتحه الصغيره ديت وبالقسطره ديت باجراء تحت بنج موضعي ممكن تنهي المعاناه بتاعته. نسب نجاحه 100%؟ لا، ابقى بضحك عليك لو قلت لك كده، بس هو نسب نجاحه مرتفع، توصل ل 70 و80% بإجراء من فتحة نص سنتي. وبينفع الناس اللي عندها سن متقدم، عندها ألم شديد، خشونة، وعايزة علاج برضو متناسب مع يعني صحتها. يعني أصل هو ما ينفعش تعيش على مسكنات طول عمرك. بالظبط. وفي نفس الوقت الحل الجراحي مش أيديال في حالة الخشونة. مش نتائجه مش الرائع. فدايما كنا بنقف في الحتة ديت مش لاقيين. فهو الإجراء ده الحقيقة جاء فيلد الجاب في النقطة دي مهمة قوي. قبل ما نروح لابو العريف، عشان لازم اسمعك ابو العريف النهارده، هل في كل الحالات اللي احنا قلناها لابد من اجراء جراحي؟ يعني خصوصا في ضيق القناه العصبيه، يعني لازم جالك انت جراح؟ لا طبعا. لازم نعمل جراحه؟ لا طبعا. لا طبعا. اللي اعوجاج العمود الفقري لو الزاويه قليله ما بنحتاجش، ضيق القناه العصبيه لو الاختناق
مش جامد، يعني مثلا 80% من الطبيعي. كتير قوي بنمشي بادويه الاعصاب، ممكن بنمشي بعلاج طبيعي، ممكن حق. ممكن لو 70% بنعمل تردد حراري ويبقى ناجح، بس اكتر لما يكون قناه عصبيه مزوده 50% او اكتر بيبقى صعب ان هو يتحسن بالعلاجات. فالموضوع مش في المطلق، لا مفيش حاجه اسمها كده. زجاج العمود الفقري الحقيقه لما بيبعت لي حد يقول لي بنتي او بنت اخويا او ابن اخويا عندهم اعوجاج في العمود الفقري والبنت لسه صغيره، فبيبقى الموضوع نفسيا متاثر جدا قوي على الاهل جدا جدا، وبيبقى الواحد ساعات بيشوف ساعات الحاله بتبقى بروجريسيف. تبص ليه بعتها، بعت لي يعني انا ما بعرفش بيبعتوا لي بس ثقه، يعني ماشي متشكرين يا عم ان انتوا بتثقوا فيا فبتبعتوا لي، لكن المفروض ان احنا بنحولها للدكتور هشام يعني متخصصين، بس هو بيبقى يعني بيبقى اصحاب. بس انا الحكايه دي بستفيد من ان انا ببقى عندي معلومات عامه، لا الحالات دي بروجريسيف، ده 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 بعتها لي من شهرين ثلاثه بقت بعد ثلاث اربع شهور مشكلة. حاجه ثانيه خالص. دي القناه العصبيه الموضوع المنتشر جدا اللي يعني للاسف بيظلم جنب الانزلاق الغضروفي. لا احنا النهارده اخترناه وده شيء مهم جدا. خشونه الفقرات اللي برضو زي ما ابو العريف قال الناس كلها عندها فكره ان الخشونه في الركب، لا ده في خشونه كمان في الفقرات. فانا بحييك على طرحك، لكن في اسئله كتيره زي ما انت قلت، محطات كتيره لازم ندي للمناظير حقها ونشرح التطور المذهل اللي حصل في المناظير في الفتره الماضيه وازاي بيحل مشاكل، وعندنا مشاكل كتيره انا بوعد الجماهير انها تتفرج عليها. قبل ما امشي، الرسالة الأساسية اللي بتحب دايما تسيبها لمرضاك واللي نفسك إنها تتغير في ثقافة الناس تكون إيه؟ الصحة يعني أقدر أقول إيه، يعني كنز أو نعمة كبيرة أوي من عند ربنا، ما ينفعش إن إحنا نتهاون فيها. الطب ده علم مش مجال فعلا للفتي، كل حاجة فيه مدروسة وماشية ببروتوكول أو جدول معين. فأرجوكم اللي عنده مشكلة لازم ما يستسهلش ولازم يتابعها، حتى بس مبدأ المتابعة عشان ما يوصلش المضاعفات يندم عليها بعد كده. يعني أنا لسه الأسبوع اللي فات عامل حالة اعوجاج عمود فقري، الأهل جايين لي بسرعة عايزين يعملوا عملية، كانوا عندي من سنة كانت الزاوية 50، قلت لهم هتزيد. لا السنة دي جم مرعوبين وعايزين يعملوا عملية بكرة، هيقول لي بكرة عايز أعملها بكرة. ليه الزاوية بقت 95 من 50؟ هو فاكر ان هو هيمشي مثلا في الزاويه دي بالعلاج الطبيعي او بكذا وهتبقى كده، لقاها فجاه والبنت عندها 14 سنه. العمليه طبعا بتبقى اصعب، الاصلاح بيبقى اقل، وهو كان بياخرها مش كسل، هو بياخرها خوفا على بنته، هو بيأذيها مش بيفيدها. فلازم الراي الطبي مهم جدا. اصعب الحاجات في الطب يا جماعه هي المتعلقه بالاولاد، لانه القرار بيبقى في ايد الاب والام، بيبقى هما الاثنين عندهم حاله من التردد الكبير جدا. نعمل البنت عمليه، خايفين على البنت، وفي نفس الوقت الحاله المرضيه تستدعي عمليه، والقرار هنا بيكون فيه تردد كبير بنعذرهم فيه احيانا. طبعا ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع في هذا المجال الاستاذ الدكتور هشام مجدي سليمان، استشاري علاجات وجراحات المناظير والتدخلات المحدوده بالعمود الفقري والرائد لجراحات المناظير والتدخلات المحدوده بالعمود للعمود الفقري والاعصاب، ومن اوائل الذين ادخلوا مفهوم المناظير واساليب المناظير في جراحات العمود الفقري، وعضو جمعيه جراحه العمود الفقري الاوروبيه والامريكيه. ضيفي العزيز، نورت الدكتور وبشده. انا مشكور، خليكم دايما مع الدكتور.